وإن من المؤسف له حقا أن يرى بعض الناس قد تكاسل عن العلم ويكسل غيره، مثل ما قال الشاعر: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعف النطق إن لم تسعف الحال. إذا ما كنت راغبا في العلم الشرعي ولا حريصا عليه، على أقل الأحوال أن تلجم لسانك وألا تثقل الناس عن طلب العلم. ولذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصدقات قال في نهاية الحديث: قال فإن لم أجد، قال: تمسك عن الشر فإنه صدقة منك على نفسك. ثم في المقابل لا يسمع لهؤلاء، لأن هناك شياطين من الإنس حتى ولو كانت صورهم صور استقامة. ليست العبرة بأن تعفى اللحية وأن يقصر الثوب فحسب، هذه لا شك أنها أمور مطلوبة، لأنها تدل على اهتمام الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست هي الكافية، لأن البعض من هؤلاء قد يتصور بصورة أهل الخير ويكون من أهل الصلاح، لكن في قلبه شرا وبغضا وحقدا وحسدا، فلا قدم لنفسه خيرا ولا قدم لأمته خيرا. وإذا طالب العلم إذا أراد أن يأخذ النصيحة لا يأخذها إلا من أهل العلم، لا يأخذ نصيحة ممن هم في سنه أو ممن هو قرين له، لأن قرينه بحاجة إلى أن يوجه وأن ينصح. فإذا أراد الإنسان أن يأخذ النصيحة الشافية يأتي إلى العلماء، إلى أهل العلم ممن هو أكبر منه سنا وعلما وفهما وإدراكا بالواقع،